الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. طالبت لجنة الزراعة والمياه والأخوار النيابية الحكومة بدعم الفلاحين ودفع تعويضاتهم جراء الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم خلال الفترة الأخيرة. وقال عضو اللجنة عبد الهادي الحسناوي إن القطاع الزراعي في العراق يواجه تحديات كثيرة، أبرزها أزمة الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فضلا عن استمرار فتح باب الاستيراد لعدد من المحاصيل المتوفرة محليا. وأضاف أن هناك تحركا نيابيا نحو الحكومة لدعم شريحة المزارعين من خلال توفير الأسمدة والآلات والمعدات اللازمة استعداداً للخطة الزراعية الشتوية المقبلة. أعلنت وزارة الزراعة أن قلة المياه في نهري دجلة والفرات حرمت العراق من زراعة رز العنبر الذي يعتبر جزءاً من هوية العراق. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي إن العام الماضي شهد حرمان المحافظات الثلاث التي تشتهر بزراعة الشلب، وهي محافظة النجف والقادسية والمثنى، من زراعة الرز، وذلك لعدم وجود إيرادات مائية أو مياه كافية لزراعة الرز الذي يحتاج إلى زراعته لغمره بالمياه، مشيرا إلى أن رز العنبر هو جزء من هوية العراق الزراعية. ولفت إلى أن العراق ليس لديه زراعة رز تقريبا لسنتين متتاليتين، لأن كمياته من المياه متواضعة جدا، والسبب الرئيسي لذلك هو الجفاف. قال مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن إن بلاده قامت بتصدير سلع وبضائع إلى العراق بقيمة مالية تصل إلى قرابة 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الإيراني الحالي. وأوضح فرزاد أن صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي بلغت حوالي 2,927,000,000 دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 541,000,000 دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع المسؤول الإيراني أن تصل صادرات إيران إلى العراق إلى 10 مليارات دولار حتى نهاية العام الحالي. هذا وتتمتع إيران بنفوذ كبير في العراق بما في ذلك في القطاع الاقتصادي. انخفضت أسعار النفط مع ترقب السوق لمعرفة ما إذا كانت الصادرات العراقية عبر ميناء جيهان التركي ستستأنف، ما قد يخفف من شح المعروض الناجم عن تخفيضات تحالف أوبك بلس. وسجل خام برنت انخفاضا بحوالي 8 سنتات إلى 84.38 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات ليصل إلى 80.65 دولار للبرميل. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450,000 برميل يوميا عبر خط أنابيب كردستان وتركيا في 25 من شهر آذار بعد حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين في ظل المخاوف من احتمال إضراب عمال منشآت تصدير الغاز الطبيعي في أستراليا مطلع الشهر المقبل. وقال تجمع أوفشور إليانس إن العمال في محطة نورث ويتس شيلف لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا سيشاركون في الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركة وودسايد إنرجي جروب الأسترالية للنفط والغاز بحلول الأربعاء المقبل. وأدى هذا إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في ختام التعاملات بنحو 12% ليواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.